السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم هند من اسطنبول. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. فيديو اليوم غادي نشارك معكم واحد المول اللي هو اوتليت. مول اللي صغير ولكن فيه بزاف ديال الماركات اللي كدير تخفيضات على المنتجات ديالها. سبق لي شاركت معكم بزاف ديال المولات وهذا اول مره غادي نشاركو معكم. نتمنى انه يعجبكم. سمحوا لي انني كنغبر لكم هذه الايام، راكم عارفين الجو شويه في اسطنبول بارد، يعني كيصعب على الواحد يخرج يوميا ويصور، وايضا راكم عارفين الصوت ديالي كيبان لكم بلي كنضربني البرد. فبلا ما نطول عليكم، ما تنسونيش بالدعم ديالكم واللايكات، التفاعل هابط هاد الايام. ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي، مرحبا بكم، اشتركوا باش يوصلكم كل جديد. على بركة الله كيفية الوصول، غادي ناخدو المترو باص من حدا ترام تاور، عرفتو ميجي دياكي. يمكن لكم تاخدو المترو ام جوج، غيحطكم تماك حدا المول ديال الجواهر، وخدو المترو بوس غادي ننزلو في ياني بوسنا. المحطة راه قدامها المول، يعني ما غتلفو ما حتى شي حاجة، ساهلة القضية. كيف كتنزلو طلعو فوق الجسر، راه كيبان لكم من تماك مكتوبة اوتليت سنتر، يعني راه باينة ما عندكم فين كتلفو. ها هو المترو باص، حنا غنخرجوا على الجهه اليمين ماشي الجهه اليسار. اصلا كما قلت لكم راه غيبان لكم يعني هذاك السميه مكتوبه، يعني بلا ما تلفوا ما حتى شي حاجه. هنا راه كاينين بزاف ديال المقاهي، هاد سراي مهلبي يجي زوين، كيبيع المهلبيه وداك الشيء والحلويات. ما سبق لي صورت لكم عنده ولكن رائع، جربوه راه عندهم بزاف ديال الفروع. صافي كتزيدوا غير واحد شويه وكتلقاو المول هو هذا. المول ماشي كبير، المول غير صغير ولكن فيه بزاف ديال الماركات اللي زوينين. هذا كيتسمى ايضا مول المطار، راه كما كتشوفوا ايربورت افيمي. افيمي هي اليش فيريش مركزي، يعني مركز التسوق باللغه التركيه. هذا المول سميتو مول المطار. صافي كتدخلوا ورا الماركات معلقه، عندهم حتى هذاك بول مارك، هذه كتعتبر فحال بري مارك ديال تركيا، انما صراحه غاليه. كان شحال هذه رخيصه، دابا غاليه منين دخلوها، منين كانت بورصه لعقلتو كنت صورتها لكم رخيصه. هنا مع كتدخلوا كتبان لكم غراتيس، والعروض ديالها غراتيس، راه ارخص محل اللي يمكن لكم تشريو منه الماكياج، السبايغ وما الى ذلك. فما غندخلش نصوروا لكم، اخر مره درت لكم العروض ديالو، راه دائما كيكون فيه العروض. هو هذا المول، ما كبيرش بزاف، صغير كما كتشوفوا، دايرين فيه طياره مع الدخله حيت الاسم ديالو. وهنايا كاين بانتي، هاد بانتي حتى هي معروفه بالبيجامات، الملابس الداخليه احسن ماركه ديالهم. وكاينه ايضا ال سي واي كيكي اللي هي كبيره تبارك الله، فيها قسم ديال النساء، الرجال ايضا ديال الاطفال. بالنسبه للاوتليت، كاينين بزاف الناس اللي ما كيفهموش شنو المعنى ديال الاوتليت. اوتليت ملي كتشوفوا اوتليت كتعني ان هذيك الماركه منزله هذوك المنتجات ديالها اللي كانوا في، يعني كانوا في سيزون واحده اخرى، المهم شي حاجات ما كانوش تمشاو ليهم كينزلوا ليهم تخفيض بزاف، يعني تقدروا تلقاو 50-70% مخفضين في هذاك الاوتليت. هاد ليلاس زوينه كتبيع العطور وهي تركيه. مادو حتى هي كنصحكم انكم تجلسوا فيه، شربوا فيه السحلاب، خذوا فيه الكنافه. عندهم المثلجات، عندهم حلويات، عندهم بزاف الحاجات. المنيو ديالهم كبير، دابا مع البرد كنصحكم انكم تجربوا السحلب ديالهم رائع، والحلويات ديالهم راه كاينه حتى بلاصه فين تجلسوا، راه هي زوينه الجليسه عندهم. كنصحكم بزاف تجربوا مادو منين تجيو. هنايا هذا اوتليت فاكو، هذه ديال ملابس الرجال، هذه من الماركات الواعره هنايا اللي كيبيعوا داكشي ديال الرجال. كما كتشوفوا وحتى هذه ديال الرجال. شوفوا الماركات كاينين حاجات اللي كيكون مكتوب حداهم اوتليت، يعني انهم كيكون هذاك الاوتليت ديالهم. وبالنسبه للمحلات اللي كتكون مكتوب فيهم غير السميه بلا اوتليت، هذوك راه ما فيهمش الاوتليت. هذه كما كتشوفوا ديال النساء، وهاد ديري مود كتبيع غير الجلد، احذيه ديال الجلد، حقائب، كتبيع حتى الجاكيطات. ما وريتكمش الاسعار صراحه باش اولا لان الفيديو شويه قديم، اسعار تبدلات، هاد الفيديو كنت تعطلت باش حطيته. وثاني حاجه لان باش ما نطولش الفيديو، وحاليا راه الاسعار دائما كتجدد. كاين واحد تيران ديال الباسكت لتحت، كاين بلاصه نيت فيه يلعبوا الدراري وداك الشيء الا بغيتو تجيبوهم.
هذا فحال استوديو ديال باش تاخذوا ولا تاخذوا الصور كنظن. صافي نطلعوا الفوق، بغيت غير نعرفكم على الماركات ونعطيكم فكره عليهم. كما قلت لكم المحلات اللي كيكونوا مكتوبين حداهم اوتليت راه كيكون هذاك يعني ديك الماركه دايره الاوتليت تماك. اللي ما فحال دابا هذه فلو، هذه ماشي اوتليت، واتسون ماشي اوتليت، يعني واتسون فحال فحال واتسون ديال بلايص اخرين، فهمتوا؟ يعني داكشي اللي بغيت نشرح لكم. فلو هذه راه ماركه اللي هي تركيه، ولكن كتبيع بزاف ديال الماركات لداخل، احذيه رخاصين وديال ماركات معروفين الهوتات كيكونوا فيها، كنصحكم. واتسون وكذلك حتى هي الماكياج والى ذلك، فحال غراتيس، غير غراتيس شويه كتكون رخيصه عليها على حسب لي برومو، ولكن غراتيس بزاف كتكون رخيصه. كما كتشوفوا هذا فحال دابا هذا كيبيع ماركات مخلطه، بيير كاردان كيبيع ماركات، مدام كوكو، مدام كوكو واخا ما دانيش لها الاوتليت ولكن عجبتني صراحه. اولا كبيره، الاسعار ديالها رخيصه وفيها تنوع كتير. هي راه فحال الانجليش هوم، دابا راه سمعت بلي تحلات في موروكو مول، ولكن راه عرفت يكون الاسعار تماك زايدين، راه كاين الشحن، كاين بزاف ديال الحاجات اللي داخلين. فهنايا عندكم الا بغيتوا تاخذوا هادشي ديال الدار او الديكورات داكشي يعني، واسعار كيكونوا رخاصين ملي كيكونوا العروض، سيروا لهذا مدام كوكو و انجليش هوم، كنصحكم بهم بجوج زوينين يعني الا بغيتو تقداو شي حويجات منهم. عندهم كل شيء تبارك الله، هذه كبيره ولقيتهم دايرين فيها، كانوا دايرين عروض 50% يعني، واخا ماشي الاوتليت قلت لكم الاسعار كانت محفزه، وداكشي زوين عندهم صراحه. من زرابي كاينين الاواني، كيف كتشوفوا كتلقاو بينوارات هكا ديال الحمام، الاكسسوارات ديال الحمام، الاواني، كلشي كلشي. بالنسبه للاسعار كما قلت لكم ما تديوش عليهم لانه ديال السنه اللي فاتت، هنا راهو كل شهر شهرين ولاو زيادات يعني، ولينا ولفنا هاد الشيء. فمنين غاديو غتلقاو، ولكن كانوا دايرين بروموسيون زوينه كما كتشوفوا، الا خديتو ثلاثه كتخلصوا جوج. هي هادي بول مارك اللي قلت لكم زعما فحال بري مارك، ولكن صراحه جاوني الاسعار غاليين يعني، ماشي 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 رخاصين يعني، ماشي انتريسون. كاينين بزاف ديال المحلات اللي كيبيعوا الملابس ديال الرجال، خصوصا الملابس هكا الكلاسيكيه، هاد سوفاري واعره، الجوده ديالها مزيانه، كتكون الثمن شويه زايد، ولكن هنا راه ماشي اوتليت عندها كما كتشوفوا، ما كاتبينش اوتليت. هادي تاهي كتبيع الاحذيه كما قلت لكم اوتليت، هي ماركه نفس الماركه، وكيكونوا دايرين تخفيضات على الاشياء اللي ما تباعوش، الاشياء اللي مثلا كيكونوا باغيين يدخلوا واحد السلعه جديده، فكياخذوا هذيك السلعه كامله اللي فاتت وكيديوها للاوتليت كينقصوا فيها. الا بغيتوا ديروا المساج راه كاينين هاد الكراسات ديال المساج، سينو كاينين وحدين اخرين اللي غير قدام هاد الكراسي كيديروا المساج رخيص الدقيقه، عندهم واحد لي ماشين كيديروا هكا في الدار. هي هادي سواري اللي قلت لكم، حتى هما كانوا دايرين انديريم اللي هو تخفيض. كاين محلات ديال ملابس الاطفال ايضا، بيبي 100، ولكن ما عمرني ما سمعت بها صراحه، اول مره نشوفها هنايا، ما عرفتش واش كاينه عندها فروع في جهه اخرى ولا هذا محل عادي. هذا المحل حتى هو لقيناه يلاه يلاه كان غادي يحل، يوس بولو ما دينيش لها الاوتليت، ولكن حتى هي كانت على عروض 50 30 20%. مافي هذه احسن ماركه ديال الجينات كاينين عندنا هنايا في تركيا، كنصحكم انهم عندهم كاليتي واعره. هذا المحل سبق لي وصورته لكم، وهذا الفرع هنايا راه كبير بزاف، اي حاجه تخطر لكم على البال كاينه هنا. هذه كيقولوا لها شيئين ديال تركيا، هي ماشي ديال تركيا، ماركه ماليزيا وعندها بزاف ديال الفروع هنايا، كيبيعوا داكشي ديال الشينوا، راه اي حاجه تطيح لكم على البال كاينه هنايا، من ديكور، اواني، ادوات مدرسيه، هذا الديكور، الملابس ديال الحيوانات، كلشي كلشي. راه كنت درت لكم على فيديو، غنخلي لكم الفوق الناس اللي ما تفرجش فيه، راه عندهم بزاف ديال الفروع، على بال لكم شي فرع يدخلوا عندهم حتى المواد ديال التنظيف، اي حاجه اي حاجه قلت لكم، الماكياج، الضفار اللي كيلصقوا، كلشي كلشي كاين عندهم. عرفتي واحد المكازا كتدخلوا ليه كتلفوا فيها كلشي. هنايا هذا المحل هذا هو اوتليت، وكيبيع داكشي ديال السبور، عنده بزاف ديال الماركات، اديداس ماركات معروفه، كاينين حتى هادو اللي كيبيعوا يعني داكشي ديال الالكترونيات، كاين هذا اللي كيبيع
عندهم داكشي صراحه زويون ديال المطبخ، كاينين عندهم بريردات، كاين عندهم هذوك اللامبات، عندهم بزاف ديال الحاجات اللي زوينين اوريجينال، بحال تقول بحال شي. هو محل هذا ما عمرني ما سمعت به صراحه، ما عمرني ما شفته، ربما يكون غير في هذا المول، ولكن عندهم تويشيات زوينين داكشي ديال الديكور. وهذا كاين حتى واحد دي ستوند هنا، ما عرفتش واش كيكونوا ديما ولا غير الوقيته اللي مشيت لها انا، كيبيعوا فيها كتب هكا ديال الوليدات الصغار، وكاين حتى كتب ديال الكبار. طلع لنا الطبق اخر، هو المول ماشي كبير بزاف، ما فيش بزاف ديال المحلات. هاد البلاصه ديال الاكل كما كتشوف كاين طوق دنياسي اللي كنصحكم، هو نيت فين جلست كنت كليت فيه، هو هذا المول من الفوق باش تشوفوا كيفاش داير. وهذا الطبق خاص بالاكل، ما ننصحكمش نهائيا تاكلوا عند داك بوبيز، فحال داك الشكل ديال كي اف سي، ولكن راه حالج واحد الدجاجه راه ما مقرمش لا بنه لا والو، المهم كنصحكم ما عمركم تاكلوا فيه. كيف كتشوفوا الفوق، الطبق الفوقاني خاوي، ما فيه حتى شي حاجه، ما فيهش محلات واش يلاه غيديروهم اولا لا. المهم ما كانش فيه بزاف ديال الحاجات، ولكن كاينين مغازات فحال دابا هذيك المغازه اللي وريتكم فحال شيئين، كاينين بزاف ديال المغازات اللي ما كتلقاوهمش في مولات اخرين، وفيهم اسعار اللي رخيصه، يعني داكشي عندهم زوين. الا كان عندكم الوقت اكيد انكم تجيو. هاد تيدي معروفه هي تتكون بحال الشكل ديال بييم وديال الماركت، كيبيعوا داكشي رخيص. هنا كاين ميغروس لتحت ماركت اللي كيتباع فيه تقديو داكشي، وهنا كاينين العاب ديال الاطفال الصغار وحتى ديال الكبار كما كنشوفوا كيلعبوا فيهم. بالنسبه للناس اللي دائما كيسولوني عندي وليدات فين نديهم، راه كاع المولات هنايا فيهم الالعاب، يعني ما تخافوا من حتى شي حاجه. هذا كيبيعوا داك يعني الفواكه اللي كتكون مغطسه بالشوكولا. المحل هذا حتى هو ديال الاطفال، هذا ديال الماطلات وديال داكشي ديال غرف النوم. فيستيل راه معروفه لا بغيتو شي ثلاجه ولا شي ماكينه. المهم هنايا هاد الجهه دايرين فيها ليكتروميناجي، المهم دايرين طبقه التحتانيه كاع جامعين فيها داكشي ديال تليفونات ليكتروميناجي. المهم اون جينيرال كاين لتحت كيف كتشوفوا هنايا دايرين لا بغيتو تيري ودخلوا والله الا بصح زعما تيرو القرطاس. هاد اوز ديليك زوينه، كنصحكم انكم تمشيو لها حتى هي. صافي كانت هذه هي الجوله، جوله خفيفه ظريفه، ما بغيتش ندخل المغازات صراحه. كاين شي مغازات دخلت ليهم ولكن الاسعار كما قلت لكم تبدلوا، ما يمكن ليش ندير. كاين حتى هاد اليغونس اوبتيك على النظارات وداكشي. وبالنسبه لهذا المولات دائما كتسولوني على احسن المولات اوتليتات، صورت لكم فينيزيا حتى هي، صورت لكم 212 صورت لكم اوليفيون، بزاف ديال المولات اللي صورت لكم، ولكن غنخلي لكم تحت صندوق الوصف بزاف اسماء ديال المولات الاوتليت اللي زوينه، يمكن لكم تزوروها الا بغيتو. كنتمنى ان يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم، استمتعتوا به، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، كنقول لكم الى فيديو جاي ان شاء الله. سلام عليكم.